منطقة عمق المنطقة الجذرية هو الزون هو 80 سنتيمتر بوينت 8 متر. الأثيرنس بسري جرافيكي الـ AS طبعا يساوي 1.5. تنظيمي السعة الحقلية المحتوى الرطوبي للسعة الحقلية مقدار 30% باي ويت في المقياس الوزني، ومنظيمي المحتوى الرطوبي أو محتوى المياه لنقطة الدبول الوكينج بوينت بمقدار 0.8 باي ويت 8% بمقياس الوزن. المطلوب إيجاد عمق المياه أو عمق الرطوبي في المنطقة الجذرية عند السعة الحقلية وأيضا عند الوكينج بوينت. وبالتالي المطلب الثالث إيجاد عمق المياه المتوفرة للري خلال من؟ خلال هذا الروزون. عمق المياه المتوفرة للري لا هي depth of available water. نعم. بالنسبة للحل احنا تعرفنا على انه اذا نضرب الاي اس بالمحتوى الرطوبي راح نحصل على ما يسمى التعبير الحجمي للمحتوى الرطوبي الفوليومتريك مويستشر كونتين. فمناخذ الفيلد كاباسيتي اللي هي معبر عن المحتوى الرطوبي إلها بالمقياس الوزني ونضربه في الأبيرنس بالحقيقة احنا راح نطلع المقياس الحجمي للمحتوى الرطوبي أو بعبارة أخرى نجد العمق المكافئ المياه الري لكل متر مياه من المنطقة الجذرية باعتبار تذكرون بالاشتقاق احنا أخذنا مساحة يونت اريا اللي هي واحد متر مربع وشقين العلاقات على أساسها. فهنا راح شو نسوي حتى نوجد الديبث اوف ووتر الروز زون ات فيلد كاباسيتي عند السعه الحقلية. يكفي انه نضرب الاي اس بي بالمحتوى الرطوبي الوزني للسعه الحقلية نقول 1.5 تي هو 0.3 العفو 30% فهو 30 على 100 يعني 0.3 فيساوي 0.45 متر طبعا لكل متر من عمق المنطقه الجذريه باعتبار انه هذا مقياس حجمي قلنا والمساحه واحد يونت اريا هي واحد متر مربع واحد مشاره واحد هكتار. المهم يعني بالاشتقاق توضحت بالنسبه لكم ان شاء الله. ايضا بالفرع بي اذا اريد نوجد depth of water او التعبير الحجمي للمحتوى الرطوبي لنقطه الذبول نضرب دائما الاي اس بي مت بالمحتوى الرطوبي الوزني عند نقطه الذبول. اي اس بي لوكينج بوينت طبعا هي 8 نقسمها على 100 يعني 8% نقسمها على 100 0.08 نضرب في 1.5 راح تعرف 1.2. الان هو هذا المطلب اللي دائما احنا نطلبه يعني او مقدمه حل اي سؤال من الاسئله هو المطلب سي depth of water available الروزون يعني عمق المياه المتوفره عمق المياه المتيسره او المتوفره في المنطقه الجذريه بمقياس العمق المتر. فشو نسوي؟ نضرب الاي اس الافايلبل ووتر اللي هو الفيلد كاباسيتي ناقص الوزن ونضربه في عمق المنطقه الجذريه راح نحصل على شنو؟ على عمق المياه المتوفر بالمقياس العمق. يعني الان نجي هو الاي اس 1.5 نضربه 30 على 100.3 ناقص 8 على 100.8 نطرح عند مين طين الافايلبل ووتر هذا من نطر هاتين الافايلبل ووتر نضربه في عمق المنطقه الجذريه. طبعا هنا نلاحظ انه لازم نجان نشوف هسه هذا 0.8 متر راح يطلع لي بالمتر. اذا اضرب هنا ب 80 سنتيمتر راح يطلع لي المفروض هذا بالسنتيمتر 26 فولت وهكذا لازم الوحدات ما فيها جانب بما انه الوحيد الكيرم الوحيد اللي يملك وحدات هو هذا بي كابتل بي فمن اضربه بالمتر يطلع لي هذا المتر من اضرب بالسنتيم يطلع لي بالسنتيم من اضرب بالملين يطلع لي بالنسبه لهاي وزني نسبه وزنيه ريشيو بالنسبه لهاي نسبه وزنيه وهذا دايمنشن لست اصلا. المهم يطلع هسه عندي عمق المياه في المنطقة عمق المياه المتوفرة في المنطقة الجذرية يساوي 0.264 هذا بالنسبة لهذا. المثال الثاني قايل الفيلد كاباسيتي اوف سيرتن سويل از 15% باي يعني السعة الحقلية لتربة معينة مقدار 15% كنس وزن و المويستشر كونتنت المحتوى الرطوبي بالتربة قبل الري before
المطلوب الآن مثل ما لديك up to which the soil profile will be irrigated by application of 60 mm of rain. هذا شو المعنى؟ معناه كم يصبح عمق الرطوبة المتوفر ضمن مقطع التربة soil profile عند إضافة مياه ري مقدار 60 mm؟ يعني نروي after irrigation بعد الري في مقدار 60 ملم، إذا روينا بمقدار 60 ملم من المياه، كم يصبح عمق الرطوبة؟ كم يصبح عمق الرطوبة في التربة؟ ما شاء الله. منطين قال لي اسيوم اي اس اللي هو ابيانس فوتوغراف تو بي 1.45. الآن احنا قلنا من نطرح المحتوى الرطوبي السعة الحقلية من أي محتوى رطوبي آخر نحصل على الرطوبة المتوفرة بين السعة الحقلية وبين هذا المستوى. هسه احنا عندنا هنا 8% هي شنو؟ هي مقدار الرطوبة المتوفرة قبل الري. الآن احنا المعادلة المعلومة عندنا انه الديت اوف ووتر يقدر هو عبارة ايش يساوي اي اس في الافايلبل ووتر، يعني الفرق بين السعة الحقلية ناقصا اي مستوى اخر، واذا ضمن الرول زون كله فهو الفرق بين السعة الحقلية ناقصا اي مستوى مضروب في عمق هاي الطبقة. الآن القضية كأنه معكوسة، منطين هو عمق المياه ويريد الديب of which the soil profile will be irrigated، يعني ما هو عمق المنطقة المروية، يعني هذا الدي هو الدي. منطيني 60 ملم مياه ري، قسمها على ايش تساوي؟ تساوي اي اس، احنا نعرف هذا هو معطى نضربه فيه السعة الحقلية 15% قسم 15 ناقص المحتوى الرطوبي قبل الري اللي هو 8% على نطرح ذن يطلع لي كانه يطلع كانه بالضبط بالشكل الافايلبل ووتر بين السعه الحقليه ومستوى الرطوبه قبل الري مضروبا في هذا العمق اللي توصل له الرطوبه بعد اضافه 60 ملم. راح نحصل طبعا شنو مجهول هسه سمول دي انبسط وكذا، راح نحصل على small d يساوي 0.06 على 0.0102 يساوي 0.591 متر، يعني 59.1 متر. هو هذا العمق اللي توصل له الرطوبة بعد شنو؟ بعد ما نضيف 60 ملم، يعني 9 سنتيمات من مياه الري. هذا بالنسبة للثالث والأفكار تعدل يعني حسب المطالب. ان شاء الله مستوى الصعوبه بالاسئله ما يجي خارج عن ضمن الاسئله، ما راح نطالبكم باي سؤال مستوى اعلى او اصعب من هذا الامر، ان شاء الله تكون الاسئله اوضح بعد من هذا. العفو يعني الامثله المحلوله والتمارين ايضا اكسرسايز او هم ورك اللي هاي كلها يعني لان بيها افكار مختلفة.